ثانية أقامت جوقة البعث الجليلية أمسية ميلادية، وذلك بالتعاون مع رعية اللاتين في بيت لحم، وبحضور عدد من الآباء الكهنة وجمع من المدعوين. المزيد في رسالة مندوبتنا في الأراضي المقدسة مارلين الحدوي. من الجليل تتبعوا خطى مريم وخطيبها يوسف، فقادتهم إلى مغارة المهدي في بيت لحم. رنموا ذهبا ولبانا في انتظار الولادة العجيبة. فبالتعاون مع رعية اللاتين في بيت لحم أقيمت الأمسية الميلادية لجوقة البعث الجليلية وفرقتها الموسيقية بقيادة المايسترو رحيب حداد، وبوجود ضيف الشرف الفنان بشار عواد. شرفني أن أكون مع المايسترو رحيب حداد بمناسبة أعياد الميلاد المجيدي. فرحتي لا توصف. أنا بتذكر وأنا طفل بالمدرسة، مش طفل بلاشة، صغير، قلت أني أبشركم بفرح عظيم يولد لكم السيد المسيح. فوعدتها أنا اليوم وأنا كبير، فرحتي كانت كبيرة كتير كتير كبيرة لا توصف. نور سات احنا متابعينها دائما بالناصرة، عنا السعادة لا توصف. كل عام وانتم بخير، نتأمل نور سات تزورنا بالناصرة، كل عام وانتم بألف خير. وفرقة البعث هي جوقة لها تاريخ يزيد عمرها عن 37 عاما من شفا عمر الجليلية، وتحوي مرنمين وعازفين يحيون أمسيات في مناطق متعددة. الأمسية بكلمة ترحيبية من الأب رامي عساكرية وبحضور الأب أنطونيوس وعدد من المدعوين. تخللها قراءة مرتلة من الإنجيل المقدس وترانيم ميلادية مختلفة بعدة لغات نالت إعجاب الحضور. احنا اليوم موجودين في بيت لحم وطيرانين جدا، لانه هذه فرصة بالنسبة لنا واول مرة نظهر في كنيسة المهد ومنرتل للمذود وللسيد المسيح يسوع المسيح بحرارة وبخشوع. هذه اول مرة منحس برهبة
رهبة المكان، وقديش إحنا فرحانين بوجودنا هون، وبتأمل إنه كمان الجمهور كتير انبسط وينعاد عليك وعلينا وإحنا سالمين وبخير. قدمت للكنيسة كلمة شكر لوجودهم في مهد المسيح، كما قدموا كلمة شكر لنورسات التي واكبت الأمسية الميلادية في زمن المجيء. أنا كتير سعيد إني أكون اليوم في كنيسة المهد في بيت لحم، سعيد جدا إنه أشارك أهالي بيت لحم، هؤلاء الناس الذين شاركتهم الملائكة في أول الفرح عندما بشروهم في ولادة السيد المسيح. أنا سعيد أني قدمت المجموعة، هذه المجموعة التي تعمل ليل نهار من أجل أن تدخل الفرح إلى قلوب الناس في كل المناسبات، خاصة في هذه المناسبة من عيد الميلاد. إحنا كتير يعني بشرفنا وبسعدنا أنه نلتقي بأهلينا في بيت لحم، وبنحب كمان نقدم شكرنا الجزيل لنورسات اللي عم بترافقنا في كل مناسباتنا الدينية. شكرا كتير لكم، الله يوفقكم. نورسات مارلين الحدوة من كنيسة سانتا كاترينا بيت لحم.